مساء الخير على كل مشاهدينا، مشاهدين قناة الصحة والجمال، شاشة كل بيت. كل سنة وانتم طيبين بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم، وكل سنة بمصر والأمة الإسلامية كلها بخير وسعادة. كمان مش عايزين ننسى ان البلد النهاردة بتحتفل بيوم الشهيد، ودي إحياء ذكرى للشهيد الفريق عبد الفريق عبد المنعم رياض، انا اسفه، الشهيد عبد المنعم رياض اللي استشهد وسط جنوده سنه 1969 في حرب الاستنزاف. فتحيات اجلال لكل شهداء مصر اللي قدموا لنا ارواحهم هديه من اجل تراب مصر. في البدايه الاول انا عايزه اقول لكم وحشتوني جدا، ومبسوطه قوي ان انا رجعت لكم بعد فتره غياب في اولى حلقات برنامج اخر المشوار. الفترة اللي فاتت ديت كنت بفكر فيكم كتير جدا، كنت حابة أطلع لكم بمحتوى كويس نقدر نستفيد منه، نقدر نتعلم منه. فلقيت إن إحنا بنمشي مشوار طويل جدا في حياتنا من يوم ما بنتولد لحد ما بنوصل لآخر مرحلة الطفولة، الابتدائي، الإعدادي، الثانوي، وبنوصل عند مرحلة الثانوية العامة، وكل واحد هنا بيختار طريقه. في اللي بيختار مشوار حياته علشان خاطر يختار المشوار اللي هو الصعب شوية، مشوار التعليم، عايزة أطلع دكتور، عايزة أطلع محامي، عايزة أطلع مهندس، أيا كان. وفي ناس كمان بتبدأ مشوارها بدري شوية، بتحترف مهنة أو صنعة، أو يبقى عايز يبقى رجل أعمال أو يعمل مشروع. في ناس بقى ما بتبقاش عارفة تبدأ مشوار حياتها منين أصلا أو تبتدي إزاي. ومن هنا جت فكرة البرنامج، وقلت ان لازم ضيوف البرنامج يكونوا ناس عندهم خبرة، يقدروا نعرف منهم ازاي بدأوا مشوار حياتهم، ازاي كملوه، ازاي وصلوا لاخره، نقدر نكتسب منهم خبرات في كل المجالات. عشان كده هنعرف كل ده مع ضيوفنا في برنامج مشوار اخر المشوار. دلوقتي هنطلع فاصل وهرجع لكم تاني نكمل المشوار ونبتديه من أوله لآخره. إيدك في إيدينا نعطي الخير لأهالينا. هدف الجمعية الأساسي تقديم فكر جديد للتنمية، تقديم خدمات مجانية لغير القادرين، وكمان مشروعات اقتصادية للأرامل والمطلقات والفقيرات، وتعليم بعض الصناعات اليدوية للسيدات، كفالة أيتام، وزواج الفتيات اليتيمات. إدارة الأستاذة جيهان طلعت رئيس مجلس الإدارة. للتواصل مع جمعية عطاء الخير الاتصال على الأرقام التالية 0136 82 28 21، للتبرع على رقم حساب الجمعية في بنك مصر. ورجعنا لكم بعد الفاصل وهنبدأ مشوارنا الأول معاكم. طبعا بمناسبة ان احنا في شهر شعبان، كل سنة وانتم طيبين. والشهر ده شهر كريم وليه فضل كبير جدا، والشهر ده اللي بترفع فيه أعمالنا كلها لربنا وبيحاسبنا عليها. فإحنا الشهر ده حابين ان احنا نعمل فيه كل الخير، خاصة ان الشهر بيليه شهر رمضان الكريم. كل الجمعيات الأهلية بتستعد لدخول شهر رمضان الكريم وتقديم المساعدات لكل الناس اللي هم محتاجينها. انا مش عارفة في منكم عارفين اني انا رئيسة جمعية عطاء الخير او مش عارفين، بس احنا عندنا في الجمعية عايزة اتكلم ان احنا على اهب الاستعداد لدخول شهر رمضان الكريم ان شاء الله، زينا زي كل الجمعيات اللي موجودة. والمبادرة بتاعت التحالف الوطني برعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي عامل مبادرة كويسة جدا، تحيا حياة كريمة. الحياة كريمة والتحالف الوطني بيتعاونوا مع بعض علشان خاطر يقدروا يقدموا السلع الغذائية في شهر رمضان اللي كل الناس بتبقى محتاجينه، ونقدر ان احنا نقدم فيه خير. شهر رمضان بيبقى فرصة لكل الناس
مش للجمعيات الخيرية بس، بيبقى فرصة لكل الناس ان هي تطلع الحلو اللي جواها، ان هي تقدر تدي كل الخير، كل تقدر تساعد الناس اللي محتاجة، تقدر تتعاون مع الناس، يبقى في صلة رحم. طب احنا معانا هاتف دلوقتي، على الهاتف دلوقتي الاستاذ ايهاب زكريا. اهلا بك يا استاذ ايهاب. أهلا وسهلا بحضرتك يا أستاذة، كل سنة حضرتك طيبة والإخوة المشاهدين بخير، كل عام وأنتم بخير يا رب، كل سنة طيبين. وانت طيب يا استاذ ايهاب. استاذ ايهاب حضرتك ممكن تعرفنا بنفسك الاول؟ أنا إيهاب زكريا، المدير التنفيذي لجمعية عطار خل المساعدات. اهلا بيك يا استاذ ايهاب، اهلا بيك. عايزين نعرف منك الجمعية ازاي بتستعد لاستقبال شهر رمضان؟ والله الجمعية عندنا والجمعيات عموما في الشهر الكريم ده بيبقى لها استعداد خاص لاستقباله. طبعا بنكثف كل مجهوداتنا في خدمة الناس، بنقدم حاجات طبعا بما إن موسم رمضان، سلع غذائية، شنط رمضان، ايه الحاجات الدينية اللي تتناسب مع شهر رمضان اللي انتوا بتقدروا هتقدموها في شهر رمضان؟ طبعا غير الوجبات، انا عارفة طبعا ان في وجبات يومية بتطلع من جمعية عطايا الخير للمساعدات علشان خاطر افطار الصائم، عارفة ان طبعا في شنط بتتوزع في شهر رمضان. في حاجة تاني دينية تتناسب مع شهر رمضان والشهر الكريم ممكن تقدموها في جمعية عطاء الخير؟ في عندنا بنقدم فصول تحفيظ قرآن، تمام، ده بالنسبة للشهر الكريم، ممكن طول السنة كمان. في ندوات دينية، تمام، بنقدمها برضو. معظمها بنتكلم عن أعمال الخير في رمضان. طبعا الكل بيتصارع وبيتنافس مع بعض عشان يقدم الخير بأفضل شكل يعني. طيب هو في سن معين لتحفيظ القرآن؟ يعني حضراتكم مثلا تحفيظ القرآن بيبدأ من سن كام لسن كام، ولا في فئة معينة بس هي اللي بتبقى عايزة تحفظ القرآن في رمضان؟ لا لا، أي فئة، أي أنا فئة. متهيألي طبعا إحنا في شهر رمضان الشهر الذي أنزل فيه القرآن، فالقرآن دوت في رمضان بيبقى اللي ما بيقراش طول السنة بيقعد في رمضان يقرأ قرآن. ففي أطفال كتير أو سيدات كتير أو رجال كتير بيقدروا إن هم يستفيدوا من تحفيظ القرآن؟ في جميع الفئات بيستفيدوا من تحفيظ القرآن. الجو رمضان أصلا يعني بيهيأ، يعني بنحاول نهيأ الجو الرمضاني الجميل ده عشان الكل يستفيد. الناس بيبقى في قبول يعني كويس على تحفيظ القرآن، وفي أسماء يعني بعض أحاديث، بعض الدروس الدينية البسيطة للأطفال اللي يقدروا يستفيدوا منها دينيا وأخلاقيا. موجود عادي. ايه رأيك في تعاون الجمعيات مع بعض في خلال شهر رمضان؟ هل والله ده ده بيبقى ينتج عنه إثمار لأن أكتر فئة من الناس تقدر تستفيد من شهر رمضان، ولا شايف إن كل واحد ممكن يشتغل لوحده واللي أقدر أطلعه أطلعه؟ لا شك إن التعاون بين الجمعيات بيثمر عن نتائج أفضل بكتير من كل جمعية تشتغل لوحدها. يعني بيبقى في تبادل للمساعدات، الأنشطة اللي موجودة بالتبادل. بالظبط، يعني ممكن حضراتكم تطلعوا شنط رمضان، غيركم يطلع وجبات، تعاون مع بعض هيقدر يخدم أكبر فئة من الناس في كده، شهر لأن رمضان. هي دي الغاية أصلا، ده الهدف، إن أنا أوصل لأكبر عدد ممكن، وعشان يبقى كل في نوع من المساواة. طيب استقبال الشهر الكريم عندكم في جمعية عطايا الخير، حضرتك الإجراءات بتبقى ماشية فيه ازاي؟ يعني أي حد بيخش الجمعية كده ويقول أنا عايز شنطة رمضان بتديها له، ولا بيبقى فيه إجراءات معينة بتعملوها علشان خاطر تعرف إن دوت مستحق الشنطة دي؟ بالطبع في إجراءات
خاصة عشان أقدر أتأكد إن هو اللي جاي ده محتاج للمساعدة اللي هو طالبها. في فريق بحث ميداني متكامل بينزل يشوف الناس دي على الطبيعة، بيقدر يحدد كمان نوع المساعدة الأفضل ليها. تمام، لأن في بيتوارد أحيانا ناس بتبقى عايزة الحاجة دي وهو ما يعرفش إن هو في مساعدة أكبر أو مساعدة أحسن أقدر أقدمها له. طب ده لو احنا هنعممه على طول الشهور بتاعت السنة، ان انا بنزل اعمل بح انزل فريق بحث ميداني ان هو يعمل بحث علشان خاطر يعرف ان الحالة دي مستحقة او غير مستحقة، هل ده برضو ينفع اعمله علشان خاطر ادي شنطة رمضان، ولا بكتفي ان انا ممكن اخد البطاقة منها وخلاص؟ لا شهر يعني كحالة خاصة بالنسبة مثلا على سبيل المثال شنطة رمضان هو بيبقى متاحة للجميع بتبقى يعني ده متاحة شهر للجميع. خير. بتبقى متاحة للجميع. ايه بقى الاوراق اللي انت بتاخدها علشان خاطر تديها شنطة رمضان عشان تضمن ان انا يبقى اكتر عدد خد، ما يبقاش في اسرة خدت مرة واتنين غير وتاخد حق غيرها، ازاي بتعرف ده؟ والله احنا يعني صورة البطاقة الرقم القومي ده شكل أساسي، إذا كان في مثلا شهادات ميلاد الأطفال أو حاجة عشان ممكن حد يبعت مرة واتنين مش أكتر من كده، لكن مش أوراق كاملة لأن مش هتبقى بشكل مستديم، هو بس مجرد مساعدة بشكل موسمي لضمان كل واحد ياخد حقه بس. والوجبات اللي هي إفطار الصائم ديت بتطلع بشكل مستمر طول شهر رمضان 30 يوم، ولا بيبقى يوم في الأسبوع مثلاً؟ ده بشكل يومي أو بقدر المستطاع، بس يعني الحمد لله شهر رمضان شهر خير، غالبا ما بيتوفر لدينا يعني إن احنا نقدمها بشكل مستمر طول شهر رمضان.